السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. البشير النذير، السراج المنير، المحمود الأحمد، أبا الزهراء محمد، وعلى آله الطيبين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أبناء مدينة الشهداء، أبناء قضاة الأقفر، نقف هذا اليوم في هذا المكان لنستذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا الأبطال بصورة عامة، شهداء العراق وشهداء مدينة الشهداء قضاة الأقفر بصورة خاصة. فمثل هذا اليوم قامت عصابات الشر والظلام، عصابات التنظيمات الإرهابية، العصابات الخارجة عن القانون، بإدخال عجلة مفخخة في مجلس عزائم. كان هناك عدد كبير من المواطنين يؤدون واجبهم في الوقت الذي نؤكد أن عصابات التنظيمات الإرهابية لا تفرق بين المواطنين، لأنهم لم يكونوا يعلمون من المتواجدين في هذا المكان. في الوقت الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقل دماء، أقل وفاء لدماء الشهداء هو المحافظة على المكتسبات الأمنية. أقل وفاء لدماء الشهداء أن نكون كالبنيان المرصوص، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أوصيكم بالتعاون مع الإنسان الأمنية، وأوصيكم بالتعاون مع بينكم. هو هذا الرد الحقيقي على التنظيمات الإرهابية وعلى أفعالهم الإرهابية، وأن نكون جميعا راعين لأوضاع الشهداء ومتطلباتهم واحتياجاتهم. نشكركم جميعا، وفقكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمان على بلادنا ومحافظتنا.